السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم. الرسالة النهاردة بتقول ان في البعض منكم بيبكي، زعلان، متألم، عنده مشاعر احباط او مشاعر ان الناس كلها متخلية عنه او انت تخليت عن شخص. كمان بتمر بخلافات، للبعض منكم خلافات عائلية، حاجات حواليكم بتدور من محيطكم، وللبعض منكم هنا خلافات مع امرأة. يمكن المرأة دي قوية الشخصية، مسيطرة جدا، عنيدة جدا، ما بترتاحش إلا لو نفذت اللي في دماغها، مخلياكم انتوا تعبانين، خلافات مستمرة، حاجات كده فيها تعب ليكم نفسي. والخلافات والمشاكل اللي بتدور حواليكم دي كأنكم في دايرة مقفولة مش عارفين تخرجوا منها. وللبعض هنا الخلافات دي بسبب مال، يعني انتوا بتمروا بطاقة المشاكل والخلافات دي بسبب مال، فلوس، مشاركة. وللبعض الخلافات بسبب علاقة ثلاثية او طرف تالت مجننكم، يعني ممكن هنا في انكشاف امر او حاجة حصلت او كلام طلع منك انت، حاجة كده مخلية في امر مكشوف نوعا ما في طرف تالت او في علاقة ثلاثية. كمان للبعض هنا صبرين، صبر كبير جدا، عندكم طاقة صبر ولا صبر ايوب، صبرتوا كتير جدا على البلاء والهم والحزن اللي انتوا فيه. واللي صبر على طاقات سحر وطاقات صعبة حواليه وعلاقات سامة ومشاكل صعبة جدا مش عارفين تتوازنوا فيها، نفسكم تخرجوا من الطريق ده وتمشوا لطريق تاني جديد، عايزين تعدوا بالموقف ده، لكن افكاركم السلبية بتخلق الشيء اللي انتوا بتفكروا فيه. يعني مثلا انا مش هخرج من الطاقة دي على طول، فما بتخرجش. كل متوقع آت مهما حاولت، انت توقعت الشيء الغلط فبتلاقيه، توقعت الشيء الصح بتلاقيه. فانتوا هنا افكاركم السلبية اللي مش مخليكم تخرجوا من الموقف ده. عندكم برضو تفكير كبير بانكم عايزين تتعلموا شيء جديد، تدخلوا في شيء جديد. في منكم كده منعزل منطوي، بيبحث عن روحه وذاته وبيتواصل مع ربنا. في منكم حاسس انه كبر 100 سنة زيادة قدام. في منكم بيقضي هنا معظم الوقت لوحده مفرده، حاسس بالوحدة واليأس بدون شخص معين، بتفكر في حد معين انك وحيد من غيره. كمان للبعض منكم في شخص قادم اليكم او انتوا رايحين لشخص بسرعة كبيرة جدا، في عند عندكم من طرفكم ومن طرف الشخص ده، عايزين تنهوا شيء سريع بتهور علشان تكونوا مع الشخص ده. واضح كمان انكم بتفكروا كتير جدا في حد اعلى منكم ماديا يمكن، او اعلى منكم في الروح مثلا روحيا، او في التعليم، او في فروقات جامدة بينك وبين الشخص ده، يمكن هو متعلم وانت لا، يمكن في حاجة زي كده واضحة، بس في درجة تمسك، يعني انت متمسك بالشخص ده وهو كمان متمسك بيك، لان هنا في علامة الانفنتي اكتر من مرة، وفي حرف الاي بيتكرر اكتر من مرة، وهنا في علاقة غير منتهية، حرف الاي يعني حرف الالف. اقول لكم كمان في حرف الكي او الكاف، البي او البه، رقم 8 اكتر من مرة، رقم 4، ارقام دي ارقام توائم،
وأرقام علاقة ما بتنتهيش أو تفكير ما بينتهيش. بتفكروا في حد خدعكم، حد اتكلم عليكم، انتوا اتكلمتوا مع حد وفتش سركم. عايزين تكونوا أقوى من كده، انتوا بتدوروا على ولادة جديدة لحياتكم، عايزين تبعدوا عن العالم وتتولدوا من جديد. انتوا بتدوروا على الطاقة دي، وكمان بتدوروا على طاقة المال، والمال قادم، ده هيتم منحك إلهيا من عند الله، في بركة وخير من عند ربنا جاي لكم، في شيء قادم إليكم كتعويض إلهي من عند ربنا. واضح إنك بتفكر إنك تروح تدور على ذاتك أو نفسك، ويمكن ذاتك ونفسك دول موجودين في شخص ما، وكأن حاسس إنك من غير الشخص ده مش نفسك، مش ذاتك. أنت مع الشخص ده بتكون حقيقي زيادة عن اللزوم، وكأنك عايز تواجه الشخص ده قريب جدا، إذا كانت امرأة أو رجل أنت عايز تواجه الشخص ده. ليه؟ لأن أنت حاسس إن الشخص ده زي الملاك، الشخص دوت بالنسبة لك حاجة هتطلعك من اللي أنت فيه، هتشفيك، يمكن هتشفيك من مشاعر الألم وعدم الحب وعدم الارتياح اللي أنت فيه. كمان حاسس إن طاقة الشخص ده مسيطرة عليك بتفكير ما بينتهيش، ويمكن لأنك متصل هنا بالشخص ده روحيا، فأنت متصل بشخص أصلا ملائكي. يعني الشخص ده طاقته عالية جدا جدا جدا، لأنه عنده هبات من عند الله، حاجة كده بتساعده إلهيا. فعلشان أنت متصل بيه، طاقتك أنت مع طاقة الشخص ده بتديك سيطرة قوية عليك. هو ما بيبقاش الشخص مسيطر عليك ولا حاجة، بس طاقتك متصلة بيه، والشخص ده مثلا عالي جدا روحيا، فأنت غصب عنك التفكير في الشخص ده هيجننك. يمكن انت كمان فيك نفس الهبات، ولكن مش عارف قيمة نفسك. واضح انكم مريتوا بطاقات خداع كتير جدا، عشان كده مش قادرين تثقوا في حد. في مواجهة قريبة بينك وبين الشخص ده، وللبعض في مواجهة بينكم وبين شخص اذاكم. الرسالة بتقول لك للبعض هنا، انت مسحور بشيء او بانسان او بانسانة مستقلة جميلة، كل حاجة فيها عجباك يمكن، علشان كده حاسس انك مسحور، لكن ده بسبب طاقة الانسانة دي العالية، او الطاقة والهالة الطاقية المرعبة اللي بتحيط بالانسانة دي او بالشخص ده، بتحيط بيه طاقة نورانية مرعبة من كتر علو روحه، طاقة بإن الإنسانة دي أو الشخص ده بيقدروا يعملوا أي شيء بيحطوه في عقلهم، عندهم القدرة على جذب الأشياء مجرد ما بيفكروا فيها، هم ما بيعملوش حاجة، تفكير فقط بيجذبوا الأشياء، فعندهم قوة الجذب مفعلة بطريقة كبيرة جدا، وعندهم كمان العين الثالثة مفعلة، يعني بيقدروا يعرفوا حاجات عن الناس من غير ما يحسوا، او مثلا مجرد ما بيفكروا في الشيء بيجذبوه، مجرد ما بيفكروا في شخص بيعرفوا كل حاجة عن حياته. في قدرة جذب هنا كبيرة جدا. الرسالة كمان بتقولك انت كمان تقدر تعمل كده، وانت تقدر تحصل على ما تريد بتفعيل قوة الجذب دي، بقربك من ربنا وتفكيرك في الأشياء الإيجابية، وتطلع من كل السلبيات دي، لأن زي ما بقولك كل متوقع آت، فتوقع الخير حتى تجده. هتخرج من الموقف اللي انت فيه ده، انت عارف بالظبط ايه اللي عليك فعله وايه اللي لازم تعمله علشان تخرج من الطاقة دي. للبعض منكم هنا عايش في كارما، او عايش في ابتلاء، او عايش في صحوة بسبب حاجة لازم يعملها وما عملهاش. ممكن انت فاقد الشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه،
علشان كده انت المطلوب منك تعمل شيء هنا وانت رافض الشيء ده، فبتتحدى قدرك، فبتقع في المصايب دي كلها. في هنا منكم واقع في صحوات وابتلاءات بسبب حاجة لازم يعملها، وهو أدرى بقى بالشيء ده، عشان محدش يسألني يقول لي انا لازم اعمل ايه. انت اللي عارف، انت عارف بالظبط لازم تعمل ايه، بس بتغلط نفسك. على فكرة الوقت ده وقت نمو روحي جدا ليك، ووقت تغيير حياتك المهنية والعلاقات اللي في حياتك السامة، غيرها لعلاقات متعاونة وعلاقات صحية افضل. حاول تتوازن واطلع من التعليقة اللي انت فيها دي، واعرف ان التأخير ليك ضروري في شيء، وذاتك هتكون اقوى من كده. خليك قوي وشجاع. انا خلصت الرسالة حبيب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.